الطب لا غنى عن العمل الجماعي. ما ينفعش نشتغل بدون عمل جماعي. الدكتور اللي بيقول انا بشتغل كل حاجه فدكتور ده مش هيعرف يعمل اي حاجه. هو ممكن يكون عنده فكره عشان خاطر لما يشخص ويبدا يوزع الادوار كمايسترو او كرئيس فريق يبدا يدي لكل واحد دوره. فلان هيشتغل علاج العصب، فلان يشتغل حشوات. زي ما احنا شايفين هنا بيبان قوي دور العمل الجماعي. عندنا هنا الفم المريض ده جه بالحاله اللي تحت، في تسوسات كتير جدا، في اسنان مخلوعه، في اسنان محتاجه علاج جذور. فبدا المايسترو او الدكتور الكبير يوزع المهام.